لما الدولة السورية بتقول لك تعا وصار عندنا مناطق آمنة، هيدا شيء بده استنكار من مجتمع السكك الحديد الدولي. بس إنه بلد نازل راكد بالماراثون نحو جهنم وعم بيطلب إنه ترحموه وتحسوا معه، لا هيدا حرام ونافي لحقوق الإنسان. من حوالي الشهر طلب الرئيس ميقاتي من هالمجتمع الدولي مساعدة لبنان على إعادة اللاجئين السوريين للمناطق الآمنة وبالطرق القانونية طبعا، وإنه خلص يا جماعة بالأملية، أوكي لبنان بلد حلو وأسعاره حلوة خاصة إذا بتقبض دولار من الأمم المتحدة، بس إنه ريلي جنتنا، بطل في شي حلو بحياتنا. بس للأسف هلأ ما بقى عندنا شي نتقاسمه معكم غير الهجرة، لأنه مش لايقة الشعب اللبناني يهاجر وتبقوا لحالكم هون. بعد تصريح الرئيس ميقاتي المجتمع الدولي رفض المساعدة بأي شكل من الأشكال، أنه رجعون أنتو يا خيي ما بدنا، طب خلونا نحن نرجعون كمان ما بدنا، طب يا عمي بعتونا 200 دولار لكل مواطن لبناني ومنصير كلنا لاجئين مثل بعض، كمان رفضوا. ما تجوا تنظروا على بلد مأفلس وشعبه عم بيهاجر، ما تنظروا على بلد حضن الشعب السوري 11 سنة. نحن منبع الإنسانية، بس اللي بيطلع وبيعيد بسوريا وبيرجع على لبنان ليقبض من الأمم، هيدا وين في خطر عليه ها؟ يا مجتمع دولة الآن ويا معارضة الصالونات السورية. انه في جهة اسمها الائتلاف الوطني السوري المعارض، وما حدا يسألني مين هني لانه انا ما بعرف، بس بعتقد شي مجموعة معارضة من سوء الاحد. هالجماعة حذروا لبنان من ارتكاب هالمجزرة بحق السوريين وقالوا انه لبنان لا يكترث لسلامة المواطنين السوريين. يا للعار، تعرفوا شو يعني قذف المحصنات؟ عندكم مشكلة مع لوني؟ هيدا خلقة الله، انتو هيك صارت مشكلتكم مع الله مباشرة. إذا كنتوا أصحاب قرار عن جد هنيك روحوا لعندهم.